هذا المثل الإنجيلي إخوتي أخواتي ينطبق تماما عندنا في لبنان. فالغني متمثل بالمسؤولين والنافذين والمعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لانتظام الدولة والمؤسسات الدستورية. والعازر الفقير متمثل بالشعب اللبناني العائش في الفقر المدقع والحرمان الشامل من حقوقه الأساسية. فليدرك الأولون أنهم مع الأيام التي تمر والحالة الاقتصادية والمعيشية سائرة من سيء إلى أسوأ، إنما يكدسون جرائمهم قاتلة هذا الشعب. قفوا أيها المسؤولون والنافذون والمعطلون أمام محكمة الله والضمير والشعب والتاريخ، واعلموا أن كل نداء يأتيكم من المجتمعين العربي والدولي ليس مجرد تمنٍ، بل هو إدانة لفسادكم وسوء استعمال سلطتكم ونفوذكم. فأين أنتم من مسؤوليتكم الدستورية الأولى بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يشرع عمل المجلس النيابي والحكومة؟ أين أنتم من إجراء الإصلاحات المطلوبة دوليا؟ أين أنتم من رفع يدكم عن القضاة والقضاء لكي يتواصل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت من أجل إجلاء الحقيقة وممارسة العدالة؟ أين أنتم من تنفيذ الإجراءات المنتظرة من صندوق النقد الدولي والأسرة الدولية؟ أين أنتم من تحقيق دولة القانون والخروج من الفلتان وانتشار السلاح غير الشرعي وشريعة الغاب؟ أين أنتم من توطيد سيادة لبنان على كامل أراضيه وتثبيت استقلاله؟ يتكلمون عن الحوار وعن مبادرة ما من البطريركية. إن الكرسي البطريركي الذي مات وانا يوما عن تحمل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة وبوضوح ليكون النجاح حليفنا جميعا. فإذا كان الرئيس الجمهورية مارونيا فالناخبون ليسوا جميعهم موارن ومسيحيين، وإذا كان جزء من المسؤولية مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون فالمسؤولية الكبرى تقع أيضا على غيرهم، لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس، بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المس بهوية لا الرئيس ولا الجمهورية، لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أي اعتبار لتاريخ هذه الأمة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظاما ينتقل من فريق إلى فريق، إنما هو أمة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون سواها. في كل حال يبقى الموضوع الأساسي أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسا
بموجب المادة 49 من الدستور، فإن عدم التئامه والتمادي في الشهور لا يبرر مخالفة المادتين 74 و75 اللتين تعلنان المجلس النيابي هيئة انتخابية، هيئة انتخابية لا شرع لا تشريعية، إن مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادة 57 المختصة بصلاحية الرئيس، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقره مقدمة الدستور. فمن أجل هذا يعتصم نائبان مشكورين في المجلس النيابي بصورة متواصلة منذ 25 يوما من دون كهرباء ودفء في هذه الأيام والبرد قارس، محرومين من التنقل والاستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إننا نعول على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس بانتخاب الرئيس المناسب والأفضل. ينتظم عمل المؤسسات وتتوقف المتاجرة بثروات الدولة على حساب خزينتها والشعب. فبالنسبة إلى مرفأ بيروت، لا اتفاقيات ثنائية مشبوهة دون إعلان دولي على المزايدة. وبالنسبة إلى الموانئ اللبنانية ككل، لا مشاريع تمر في المجلس النيابي بالمحسوبيات والمصالح الخاصة. وبالنسبة إلى وزارة الزراعة وضبط توزيع المساعدات على المزارعين، يجب إعطاء كل مزارع لبناني رقماً من وزارة المالية، ومنه يتم بيع المحصول إلى التجار وبعدها تتم عملية التصدير. وبالنسبة إلى ضبط عملية تهريب المخدرات، يجب التعاون بين مصدر البضائع ومستوردها وفقاً للأصول. إخوتي أخواتي، لا يمكن الاستمرار في هدم ما تميز به لبنان من تقدم وازدهار في بيئته. على كل من المستوى العلمي والثقافي والطبي والاستشفائي والمصرفي الرفيع والتنوع الثقافي والديني في الوحدة الوطنية والعيش معا بالتعاون والاحترام المتبادل والتكامل في الهوية الوطنية وحضارتها وحرية المعتقد والتعبير والانفتاح على الشرق والغرب والتواصل الثقافي والاقتصادي معهما. هذه الحالة إذا عادت، ويجب أن تعود إلى لبنان، يتمجد بها الله الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين.